اللي بعده المرحلة الأولى دي أبرز الـ 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 هنا الشرح الخاص بي من 16 ل 19. عملنا إيه؟ البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو كان بداية 16 لحد 19، حصلت مصر على تسهيل ممدد من صندوق النقد بقيمة 12 مليار لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تبنته الحكومة المصرية بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة. وقد اشتمل البرنامج على إصلاحات أساسية لحفز الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال، تحقيق نمو متوازن يشمل فئات المجتمع كافة. تضمن البرنامج ثلاثة محاور من سياسات الإصلاح تمثلت فيه: إصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية، ومن أهمها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، معدلات التضخم كانت عالية، العجز في ميزان المدفوعات، فاكرين التضخم كان عندنا 33% في الوقت ده، وصل 33%، لازم الرقم ده نبقى حافظينه وحاطينه في دماغنا. الرقم ده شوفوا نزل لحد كام، نزل لحد كام قبل أن يرتفع الفترة الأخيرة الأيام اللي فاتت ديت، ولكن نزلنا أعتقد لحد يمكن 11 أو 7% كمان، من 33% قدرت تتعامل مع التضخم وكمان العجز في ميزان المدفوعات. إصلاحات هيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، لسه بدري قوي، لسه بدري قوي، تاني بقول لسه بدري قوي على الصناعة والتصدير، لسه بدري قوي، لحد دلوقتي بنتحرك شوية لكن ما وصلناش، لسه بدري قوي في المكانين دول، لأن دول لو وصلنا المكانين دول اشتغلنا فيهم صناعة تصدير وصلنا لمئة مليار دولار صادرات يبقى احنا عملنا شغل. لسه ما زلنا في الرقم العادي، وانا بقول عادي ولا مش مبهر اطلاقا، 43 مش مبهر، منهم لو بنتكلم 10 بترول يعني 33 مش مبهر ولا اي شيء، عادي جدا جدا، ولا يخلينا نقعد نهتف ابدا، نهتف لما اوصل 100 مليار دولار. قبل كده مفيش هتاف، ما اقولش عمل، ما عملناش، كلنا لازم نشتغل، تصنيع تصنيع، انتاج انتاج، تصدير، اوصل ال 100 مليار يبقى نقول لك تحيه. طول ما احنا لسه كده ما عملناش حاجه. ياتي ذلك من خلال العمل الاصلاح مناخ الاستثمار، اتمنى مناخ ده انا اللي بقول اهو هنا، طبعا الحكومه بتقول عملنا، بس انا هنا كمان بقول لا لسه لسه كتير قوي. تطوير البنيه التحتيه، طبعا توسيع القاعده الانتاجيه لسه بدري قوي، تنفيذ برامج وحافز مساند الصادرات لازم نزوده أكتر، تشجيع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، أيوة هو ده هو ده، عملنا فيه قد إيه ده؟ عملنا فيه قد إيه البند ده؟ الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدول كلها قايمة على دول، صغيرة ومتوسطة. إصلاحات لشبكات الأمان الاجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية، ودول اللي هنتكلم عنهم بعد شوية.